بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك سيموليشن توتوريال الخاص بماده تصميم باستخدام الحاسب الالي. وما زلنا شغالين في موضوع الفاينات اليمنت باستخدام احدى البرامج زي برنامج السوليد وورك سيموليشن. معكم مهندس اسلام محمد، مدرس مساعد بكليه الهندسه جامعه بورسعيد، تخصص هندسه الانتاج والتصميم المدني. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، وفي التمرين بتاعنا شغالين في الشابتر رقم 5 الخاص بموضوع البليت اند شيب. وبنتكلم في الشابتر الخاص ب او نوع من انواع الاليمنت هو عباره عن ال 2 دي اليمنت. في المثال اللي عندنا، المثال ده من الحاجات المشهوره عندنا في ماده ستريس اناليسيز او ماده تحليل الاجهاد. بناخد حاجه اسمها السين سلندر والستيك سلندر. اتكلمنا في السكشن اللي فات عن موضوع السين سلندر وعرفنا ازاي نبدا نحل المساله الخاصه بالسين سلندر. النهارده هنبدا نشتغل على مساله الخاصه بالسيك سلندر. وفي المثال اللي عندنا، لما يكون عندك سيك سلندر معرض لضغط داخلي وضغط خارجي. بدا يدينا المعطيات بتاع المساله، قال لك انت عندك دايره نص القطر بتاعها كان عباره عن القطر الداخلي عباره عن او نص القطر الداخلي عباره عن 100 مللي، الخارجي كان عباره عن 150، معرضة لضغط داخلي كان عبارة عن 60 ميجا باسكال، ومعرضة لضغط خارجي عبارة عن 30 ميجا باسكال. قال لك إن الطول بتاعها كان عبارة عن 1 متر ومصنوعة من الاستيل. المطلوب نحسب حاجة اسمها الهوب ستريس والراديال ستريس. المثال ده هتلاقي موجود عندك في المرجع اللي قدامك. وده شكل البريشر فيزل بقى، الاشكال بقى والابلكيشن بتاعت الخاصه بالسين والسيك سلندر. ده من الحاجات المشهوره اللي موجوده في شركات القطاع البترول والكلام ده. في الصوره اللي قدامنا هنا بتوضح لنا شكل توزيع الاجهادات بالنسبه للهوب ستريس والراديال ستريس. في القانون الخاص بالهوب ستريس قال لك ان القانون بيساوي ال A زائد B على ال R تربيع، والراديال بتكون بتساوي ال A ناقص ال B على ال R تربيع. حيث ان ال A وال B عباره عن كونستانت وال R هو قيمه المتغير بالنسبه لك. في قوانين تانيه تقدر تحسب منها قيمه الهوب ستريس والراديال عن طريق المعادلتين اللي قدامنا. تقدر تحل المساله قدامك يا اما بالقوانين دي او باستخدام القوانين دي. بيوضح لنا بقى في الصوره اللي قدامنا شكل توزيع الاجهادات بالنسبه للهوب ستريس او التنجنشال ستريس. واضح شكل الاجهادات بالنسبه للهوب ستريس، ده الشكل بتاعها، وبالنسبه للشكل بتاع الريدال ستريس ده بيكون صوره توزيع الاجهادات بالنسبه لي. طيب بالنسبه للمساله بتاعتنا، بالنسبه للمثال بتاعنا، بدانا نحل بقى الهوب ستريس. قدرنا نطلع قيمة الاستريس كانت ب 48 في حالة لما يكون الار الداخلي، وفي حالة الار الخارجي كانت عبارة عن الهوب ستريس كانت ب 18 ميجا باسكال. في الصورة اللي قدامنا هنا بوضح لنا العلاقة ما بين الاستريس وما بين الراديوس أو نص القطر. ده مثال توضيحي كده بيوضح لك شكل توزيع الإجهادات بالنسبة للراديال اللي هو باللون الأحمر، وبالنسبه للهوب ستريس ده اللي احنا عاوزين نركز عليه، الهوب ستريس والراديال. ده شكل التوزيع بتاعتهم وشكل توزيعاتهم بقى لما انت تعمل علاقه ما بين الاستريس ونص القطر. ده كده بالنسبه للمثال بتاعنا. تعال بقى نروح على البرنامج ونبدا نشوف ازاي هنبدا نعمل الموديل بتاعنا. اول حاجه بنبدا نفتح المديول الخاص بالبارت ونبدا نرسم شكل الموديل بتاعنا زي ما احنا اتعودنا في المسائل اللي قدامنا دي. بنحاول نرسم المساله بتاعتنا كربع، ترسم ربع دايره. احنا عندنا قطر خارجي وقطر داخلي. اول حاجه نبدا نديله الابعاد بتاعتنا. كان عندي القطر الخارجي كان عباره عن 300 اللي هو كانت الار بتاعته 150، والداخلي كان عباره عن 100 اللي هي عباره عن 200. ونبدا نشيل بقى بقيه الجسم ده كله.
ونشتغل على الربع دقيقة. ممكن تشتغل على النص، مفيش أي مشكلة خالص، بس إحنا طبعًا عشان إيه؟ بنوفر على نفسنا الوقت وما ياخدش بقى وقت كتير في الحل، وبنستخدم إحنا الطرق يعني في الموضوع الـ 2D element. بعد كده نبدأ نعمل له اكسترود بالمسافة بتاعته اللي هي عبارة عن 1000، الطول بتاعها اللي هي عبارة عن الواحد متر، وبعد كده نبدأ نعمل الريفرنس بتاعي اللي هو عبارة عن الاكسس عشان ما انساش، لان هبدأ استخدمه في حساب الهوب ستريس والراديال ستريس. انا كده خلصت الخطوة الأولانية في موضوع الرسم الموديل. خش بقى على المديول الخاص بالستاتيك وننشط الـ 2D element. انت ممكن وانت بترسم ما تحطش الطول بتاعك الواحد متر وتبدا تشتغل عادي، فهيبدا يطلع لك هنا تلقائي اللي هو اتعرف 2 دي، بس هتبقى من جوه، بس محتاج اللي انت تبدا تعرف له المستوى اللي هيبدا يشتغل عليه. هنبدا نختار بقى النوع اللي احنا شغالين عليه، هو احنا شغالين على البلين ستريس ولا بلين سترين؟ فواضح جدا ان احنا شغالين على الطول، يكون عندنا حاجه طويله بنشتغل على البلين سترين. بنبدا نعرف له البلين اللي انا شغال عليه واقول له القطر بتاعه كان عباره عن 1000، او الدبس بتاعي او الطول بتاعي كان عباره عن 1000. ده كده بالنسبه لنا الخطوه الاولانيه في المساله اللي قدامنا. تعالى بقى نعمل التثبيت ونختار بقى من هنا ايه ادفانس، وهنروح نختار السيمتر زي ما احنا اتعودنا في السنسلندر، ونختار الجسم عندنا من الجزء ده لحد الجزء ده. ده الخطوه الاولانيه. تعالى بقى نحط الاكسترنال لود، وانا عندي هنا بريشر. قال لك عندك بريشر داخلي كان عباره عن كام؟ عباره عن 60 ميجا باسكال، وعندي اكسترنال بريشر على الايدج اللي فوق دي كانت قيمتها ب 30 ميجا باسكال. تعال بقى نعمل تشيك على النتائج بتاعتنا، او نعمل تشيك على المعطيات 30 وادي 60. ده كده الخطوه الاولانيه. تعال بقى نعمل بقى المش، ونعمل الخطوه بتاعت المش. وما انساش ابدا احط الماتيريال عندنا، فهو مشتغل هنا على الماتيريال الخاصه بالكربون ستيل. وبعد كده ابدا اعمل رن للمساله بتاعتي. تلقائي بيبدا يحسب لنا الاستريس بالنسبه لفون ميسيز، وبيبدا يحسب قيمه الاستاد. تعالى بقى نغير الكلام بتاع فون ميسيز ونروح نقول له لا، انا عاوز احسب قيمه الاستريس. اعمل اعرف لي الاستريس بلوت، وانا اختار ان الاستريس انا عاوزه في الاتجاه بتاع الواي، وهبدا اعرف له الاكسس بتاعتي اللي هو عباره عن المحور اللي قدامي عشان اخلي القيم بتاعتي باعتبار موضوع الار والثيتا او باعتبار البولر كوردينيت، وابدا اعمل علامه صح. تعال بقى نبص على النتائج بتاعتي. ده هنا قيمه النتائج بالنسبه للاستريس، ده قيمه الهوب ستريس. الهوب ستريس طلع لنا بكام؟ اقصى قيمه طلع لنا ب 48.3 ميجا باسكال. تعال نبص على الحل الثيوريتيكال بتاعنا، طلع لي بكام؟ ب 48 ميجا باسكال. فده طبعا ده حل كويس جدا بالنسبه للفاليديشن ما بين الحل بتاع البرنامج والحل الثيوريتيكال، وواضح جدا التدريج بتاع النتائج. يعني واضح ان الربع دايره ده كله على قيمه كام؟ 48، وبيقعد يتدرج بقى بالالوان زي ما انت شايف كده لحد ما يطلع لك القيمه بتاعت كام؟ اقل قيمه للهوب ستريس. انت عندك هنا قيمه الهوب ستريس من الخط اللي جوه ده كانت كام؟ 48. تعالى بص بقى على من بره بكام؟ ب 17.7. هي كانت طالعه لنا في الحل الثيوريتيكال طلع بكام؟ ب 18. فده طبعا حاجه ممتازه جدا بالنسبه للحل باستخدام احدى البرامج الفاينات. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للهوب ستريس. تعالى بقى نحسب الراديال ستريس. هنروح على نعمل ستريس ونعمل بلوت، والمره دي هنبدا نختار الستريس بالنسبه لاكس، ونختار المحور بتاعنا، ونبدا نعمل علامه صح. تعالى بقى شوف شكل النتائج بالنسبه للهوب ستريس. طلع عندك هنا بكام؟ بسالب 30 ميجا باسكال، وده شكل الريديال ستريس. ده اللي كان الايه؟ قيمه الريديال ستريس من خارج. تعالى بقى بص من الداخل كانت كام؟ ب سالب 60 و007. فده طبعا ايه؟
ده بالنسبه للنتائج الثيوريتيكال طبعا قريبه جدا بالنسبه للحل باستخدام المعادلات. تعالى بقى نشوف بقى مين ده كده بالنسبه للحاله بتاعت الاستريس بالنسبه لسيجما اكس وسيجما واي. ولو انت عايز تحسب بقى قيمه، نعمل بقى بلوت ونبدا نحسب الاستريس بالنسبه للمحور زد، وناخد بقى المحور زد اللي هو الاكس بتاعنا ده ونبدا نحسب ده اللونج. لو انت عايز تحسب بقى اللونج بتاع الاستريس، اللونجيتودينال بتاعت الاستريس، طلع لك ب 3.2 ميجا باسكال. تعال بقى نشوف بقى مين، تعال نشوف موضوع الهوب ستريس. لو انت ضغطت كليك يمين ورحت على حاجه اسمها بروب، وعاوز نرسم علاقه ما بين الاسترس وما بين نص القطر، احنا عايزين نبدا نعمل العلاقه دي ونبدا نرسم كيرف زي الكيرف اللي قدامنا. تعال نرجع كده للبرنامج. اول حاجه نختار حاجه اسمها البروب على الهوب ستريس، ونبدا نختار الايدج اللي احنا عاوزين نبدا نحسب عندها، فاحنا نختار الايدج دي وهنقول نعمل ابديت، وتبدا تنزل تحت كده هتلاقي عندك هنا عامل لك ايه، مجموعه من النتائج ومجموعه من الاسترس، وبدا حطيت لك مجموعه من النتائج. تعالى بقى نرسم، نقول له نرسم لي بقى العلاقه دي في صوره كيرف. تعالى بقى ادي صوره الهوب ستريس، شكل توزيعه الهوب ستريس واضحه جدا بالنسبه للحل الثيوريتيكال. تعالى نرجع كده للشكل ده، شايفين شكل توزيعه الاجهادات بالنسبه للهوب ستريس، ادي اعلى قيمه فوق هنا اللي هي عند القطر الداخلي، وبتقل لغايه ما يوصل للقطر الخارجي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي الهوب ستريس، العلاقه ما بين نص القطر والعلاقه ما بين الاسترس. وهنا كاتب لك هنا الاسترس بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. وهنا كاتب لك، وهنا كاتب لك بقى مين؟ الديستانس، هي المسافه هنا من 0 ل 1. يعني انت عارف ان الكلام ده كله هو عباره عن المسافه بتاعت مين؟ الار. يعني هنا بيحصل التغير بالنسبه للار. ده كده بالنسبه لموضوع الهوب ستريس. تعالى بقى نرجع خالص كده تاني ونروح على الريديال، ولو عملنا كليك يمين وعملنا حاجه اسمها البروب واخترنا السيلكت، عايزين نختار بقى الايدج، ونقول له اعمل ابديت وابدا ارسم لي شكل المنحنى بتاعنا. بدا يرسم لي شكل المنحنى. انا طبعا شكل المنحنى ده انا عاوز اعكس بس الاتجاه، يعني نرجع تاني نعكس بس الاتجاه بتاعنا، نعكس الاتجاه ونروح نرسم الشكل بتاعنا. ادي واضح جدا ده شكل الريديال ستريس، ادي واضح من القيمه بتاعته اللي هي عباره عن ال 30 اللي هي سالب 30 والسالب 60. بيبدا عندنا من سالب 60 لحد ما يوصل لمين؟ لحد ما يوصل للقطر الخارجي اللي هو عباره عن سالب 30. وده شكل مين؟ ده شكل توزيعه مين؟ تعال بص كده، ده شكل توزيعه مين؟ دي شكل توزيعه الريديال، واضح جدا في الصوره اللي متاخده من المرجع. ده شكل توزيعه الريديال ستريس. لو عايز تعمل بقى انيميت للشكل اللي قدامك تقدر تظهره من الصوره اللي قدامك. ده طبعا هنا ايه، ده ضرب في سكيل معين. ولو انت عاوز تعمل بقى ايه، لو انت عاوز تبدا تعمل نظهر شكل الجسم بتاعنا كامل، نضغط بس دبل كليك ونروح للتشارت اوبشن وننزل على الجزء الخاص نضغط على السيمتري. تعالى بقى نظهر بقى الكلام ده. ده شكل بقى مين؟ ده شكل هنا ايه؟
يعتبر بقى شكل السكس سلندر كامل. واضح جدا التدريج بتاع النتائج بتاعتنا على جميع السكس سلندر بالنسبه لنا. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده. كان التمرين بتاعنا كان مفيد جدا بالنسبه لموضوع الاستريس اناليسيس، موضوع السكس سلندر من الحاجات المشهوره جدا في موضوع التطبيقات بالنسبه لماده تحليل الاجهادات. حلينا مساله باستخدام المعادلات، وكان عندك هنا نوعين من انواع المعادلات تقدر تحل بيهم، سواء بقى الهوب ستريس والريديال ستريس. وقدرنا نرسم شكل توزيعة الاجهادات بالنسبه للهوب ستريس والريديال ستريس. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمرين اخر.